إذن بالتعاون مع هيئة الصحة في دبي، قامت إندكس القابضة بالإعلان عن الدورة 17 لانطلاق مؤتمر الإمارات الدولي لطب الأسنان ومعرض طب الأسنان العربي أيديك دبي. سيقام معرض مؤتمر أيديك الذي يعد أكبر معرض متخصص في طب الأسنان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مشاهدينا في مركز دبي للمؤتمرات والمعارض من 5 وحتى 7 من فبراير 2013. وطبعا الزميل فهد سليمان أعد لنا هذا التقرير، خلونا نشاهد. بالإضافة للعديد من الفعاليات العلمية والاقتصادية والسياحية في إمارة دبي، يأتي الاجتماع السنوي 10 للاتحاد العلمي العالمي لطب الأسنان والذي يصل عدد الأعضاء فيه إلى 70 دولة نظرا لحجم الحدث وفعالياته العلمية والاجتماعية والاقتصادية. بدأ إيديك منذ عام 96 لليوم، يعني بدأ أول ما بدأنا كانوا 25 شركة و200 طبيب أسنان، اليوم أصبح إيديك أكثر من 1000 شركة من 70 دولة ومشاركة أكثر من 30,000 طبيب أسنان من 130 دولة. يعتبر إيديك أحد أبرز الفعاليات التي تقوم إمارة دبي باستضافتها سنويا، وذلك لاكتمال عناصر النجاح فيه سواء كانت من الناحية الاقتصادية التجارية الصحية أو الاجتماعية، حيث يدعم اقتصاد الدولة لما له من عوائد اقتصادية كبيرة. أصبح إيديك بالنسبة للمو مجرد مؤتمر علمي واقتصادي، اقتصادي علمي اجتماعي سياحي اللي يجذب لحد الآن لحد اليوم أكثر من 60,000 ليلة فندقية حجزنا مباشرة عن طريق إيديك غير الشركات السياحية اللي تقوم بهذا الشيء. يأتي دعم هيئة الصحة بدبي لهذا الحدث العلمي الذي يخدم القطاع الحيوي في طب الأسنان ليس فقط على مستوى الدولة بل على مستوى المنطقة بشكل خاص والعالم بشكل عام. فهد سليمان لدبي هذا الصباح.